هذا الشهر بسموه الشهر الوردي اللي هو شهر أكتوبر، وهو معروف عالميا بأنه شهر التوعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. حسب بعض النتائج اللي كانت بعام 2022 فهو الأكثر شيوعا بين نساء العالم، تقريبا ب 157 دولة السيدات تصاب بأعداد كبيرة بسرطان الثدي كل سنة. ولهيك كل العالم بيتضافر الجهود التوعوية والتثقيفية وحتى الحملات الصحية من أجل التوعية للسيدات بالشهر الوردي. طبعاً يا سلمى اليوم رح نضوي على مشاركات وأكيد الأشياء اللي قامت فيها الجمعية السورية لأمراض الثدي يلي أطلقت سلسلة من الندوات والأنشطة يلي كانت مفيدة جداً لجميع النساء والصبايا الكشف وأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي خلينا نقول بالبداية، ولكن في أمراض عدة بتصيب الثدي. اليوم رح نتعرف على هاي الأمراض ورح نحكي أيضا عن المشاركات، والأهم من هذا الشيء كله أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، قديه ممكن يساعد برحلة الشفاء ويوقي أيضا من كثير من المخاطر. كل هاي التفاصيل رح يجاوبنا عليها الدكتور نوري المدرس رئيس الجمعية السورية لأمراض الثدي. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. يعني دائما متعودين نوقف هيك بمحطة خاصة مع الجمعية ومع حضرتك كل سنة وخصوصا بالشهر الوردي أو شهر أكتوبر. خلينا نبلش، شو الجديد اللي عم تقدمه السنة الجمعية بخصوص نشر التوعية والتثقيف بأهمية الكشف المبكر؟ لا، الأهداف تبع جمعيتنا شغلتين مع بعض. الشغلة الأولى هي التوعية مثل ما تفضلتي، وأنه نوصل المعلومة لكل العالم، ونوصل المعلومة بطريقة ما نخوفهم كثير وبنفس الوقت ما أنه ما يهتموا بالموضوع. سرطان الثدي هو أشيع سرطان عند السيدات، والحقيقة وجود الثدي اللي هو بمنطقة مكشوفة عمال يخلينا انه اوكل نخلي الكشف المبكر عن سرطان الثدي افضل بكتير من انه نخليها لبعدين. لانه الكشف المبكر عن سرطان الثدي، عشان بس اعطيكم فكرة، انه اذا لقطنا كتلة خبيثة طبعا اقل من 1 سنتيمتر وما انا منتشرة لا تحت الأبط ولا بالمراحل البعيدة، يعني نسبة الشفاء فيها 90-95%. بينما نفس الكتلة إذا صارت 3 سنتيمتر وانتقلت لمحلات تانية، يا رئة يا كبد يا ولا العقد اللمفاوي، نسبة الشفاء 40-45%. فمعناتها في شغلة كثير مهمة. هلأ غير أنه نسبة الشفاء، المعالجة بشغلة باكرة ممكن ما نستعمل الأدوية القوية والشرسة يعني، ونكتفي بمعالجة مقبولة، وبنفس الوقت الثدي ما منشيله يعني نحتفظ فيه. هلأ هي قلنا أنه أول شيء هو الكشف المبكر عن سرطان الثدي من التوعية. هلأ مشان بصير تسأليني أنه صار في توعية، أنا بقول لكم إنه في صار، وصار في توعية كثير جيدة. يعني نحن هلأ عم نساوي مثلا الكشف المبكر عن سرطان الثدي غالبا بشهر تشرين، بس أيام كثير في بعض مراكز منكملها لبقية السنة، أو إنه مناخذ بمحلين مثلا إنه بتشرين الأول على أساس الشهر الوردي، ومرة ثانية مساويها بآدار على أساس إنه عيد الأم، نوع من هدية كشف مجاني. فهلأ مبدئيا بالنسبة لتشرين الأول قدرنا نحصل على مساعدة من الهلال الأحمر اللي أعطانا 3 مستوصفات بدمشق. طبعا 3 مستوصفات بيعملوا تشخيص مجاني بالماموغرافي طول الشهر. هلأ كجمعية نحن عم نحاول نساوي مثل سبونسر، يعني نعطي تمويل، نلاقي تمويل مشان انه نكمل فيها كمان 3 شهور تاني او اكثر من 3 شهور. فمن نحاول نساويها على طول السنه.
هلا في اوقات امبارح كمان كنا بجمعيه اسمها جمعيه في جمعيه اسمها ما مشكلة بس نتذكرها عشان انه ننبه العالم يروحوا عليها ويساووا تصوير. دكتور خلينا نركز ونوضح الموضوع المهم يلي انت تفضلت فيه حضرتك، انه هلا الحملة يلي اطلقتها الجمعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي هي مجانية، تمام؟ خلينا نحكي عن هذا الجانب بشكل موسع اكثر، توضيحي للمشاهدين وين المراكز يلي ممكن يلجؤوا لها الاشخاص لحتى يعملوا هذا الكشف المبكر، لانه في اوقات اشخاص كثير بدهم يعملوا كشف مبكر ولكن بيتطلعوا على التكاليف ممكن تكون كثير عاليه غير مقدرتهم الماديه، فهذا شيء اكيد تشكر جهودكم عليه، ولكن خلينا نوضح وين المراكز يلي ممكن متعاونه مع الجمعيه ممكن يروحوا عليها هدول الاشخاص يلي تعاونتوا معهم انتم. هلا هو كل المستشفيات، مستشفيات الدوله يعني مستشفيات الحكوميه اللي هي وزاره التعليم العالي او وزاره الصحه مجانا لكل العالم، حتى في بعض مراكز مجانا طول السنه. بس بالنسبه للحمله هلا مثل ما قلت لكم المشافي العامة كلها مجانا. هلا نحن عم نحكي على المشافي الخاصة أو المراكز الخاصة، مثل ما قلت لكم الهلال الأحمر بي بي طول السنة يعني مع الهلال الأحمر طول السنة؟ الهلال الأحمر مثل ما قلت لك إنه في ثلاث مستوصفات وصايرة موزعة بالشام، يعني في المستوصف الأكرم اللي هو المزة، في العثمان وفي برزة، هدول هلا شهر كامل عمال يصوروا. هلا امبارح شفنا مثل ما قلت لك انه منظمه ثانيه او جمعيه ثانيه هي جمعيه اغاثه الملهوف اللي هي بمنطقه شارع الامين، كمان هي اخذت لنهايه الشهر صور مجانيه. هلا نحن قبل ما نعمل الصور المجانيه كنا رحنا نشوف الأجهزة إذا كانت جيدة، الناس اللي عمال يقروها، وبعدين نحن كجمعية اعتمدنا التصنيف العالمي اللي هو اسمه بايراد لكل العالم، أخذين نفس التصنيف اللي بيقول مثلا يا سليمة يا ولا خبيثة، يعني في اشتباه خباثة صغير أو اشتباه أكثر، وكل وحدة في لها مقاربة مختلفة. يعني وقت اللي بيكون على الصورة الماموغرافية أول شيء طلع في عنا ثلاثة أو أربعة اللي هو اشتباه، فمنساوي إيكوغرافي مشان نأكد أو ننفي الاشتباه، وممكن حتى نلجأ لخزعة موجهة. هلا بس أنا في شغلة صغيرة أريد أنبه عليها، إنه نحن الكشف المجاني والكشف المبكر عن سرطان الثدي هو نصور بشكل دوري لسيدات ما في عندهم أي أعراض سريرية، يعني لا في عندهم احمرار، لا في كتلة، لا في شد حلمة، كله المفروض يكون ما في عندها شيء أبدا، وهذا اسمه الكشف المبكر. وقت اللي بيكون في عندها شيء ورايدة هذا صار اكتشاف وصار تشخيص، هذا كيف له غير منحة. نحن هلأ الكشف المبكر أنه ما في عندها أي أعراض، لذلك مثل ما تفضلتي أنه لست ما في عندها لا ألم لا وجع لا في كتلة لا شيء، تطلبي منه أنه تصور وتدفع يعني شغلات كبيرة مشان هي بالأصل يعني ما أنا حاسة أنه بحاجة لهالشغلات، تمام. لازم تساويها مجانية. نعم. طيب دكتور خلينا نحكي عن فكرة كتير مهمة، اليوم الأعمار بتختلف، مثل ما بنعرف دائما كانوا يقولوا أنه اللي عندهم حالة بالعائلة هن لازم يكونوا أكثر أشخاص يمكن بيعملوا كشف دوري بغض النظر إن كان بشهر التوعية أو خارج أوقات شهر التوعية، اللي عندها خالة، اللي عندها أم، اللي عندها حالة مر فيها حالة سرطان ثدي، ولكن أيضا في صبايا وسيدات هلأ صرنا عم نشوف من دون ما يكون في عندهم حالات بالعائلة عم يكون هي أول حالة مثلا مكتشفة، شو العمر المناسب للسيدة؟ من أنت لازم تبلش بهي الحالة الاستقصائية إذا فينا نقول؟ هلأ الكشف المبكر بيمشي بثلاث أوجه. الوجه الأول هو أنه السيدة نفسها هي اللي تفحص حالها بشكل دوري، فبنبدأ نحن أنه
ننبه السيدات والفتيات انه بالعشرين 25 لازم تفحص حالها دوريا شهريا. هل الفحص بيكون فحص تأمل، يعني تشوف الفحص المنزلي قصدك؟ المنزلي أول وذاتي، يعني ما تخلي حدا نوع هو اللي يفحصها، هي بتفحص حالها. أول كل بتتعرف على نوع الثدي، إذا كان بس غدي ولا شحمي، إذا كان حجمه، وبعدين كل شهر تعرف إنه شو طرق على هالثدي. فأيام مثلا البلوغ، الحمل، الولادة، الأرضاع، كل شيء بيأثر كمان على الثدي. هي بتقدر بالمقارنة من شهر لشهر تعرف إنه إذا تغير شيء بالثدي. هو طبعا منعلمها شلون تساوي جلس، شلون تطلع على التناظر تبع الثدي، وبعدين بتكمل بإنه تمسك الحلمة وتشوف إذا كان في نزب من الحلمة ولا لا، والإبطين. هذا كله بياخذ منها بين 10 دقائق لربع ساعة. أي بتساويها كل شهر مثل ما قلت لك ابتداء من 20-25. هلا بعد فترة بال 30-40 بتروح عند طبيب، وهذا الطبيب هلا بصير يسألونا انه مين طبيب؟ هل الطبيب الورمي يعني اللي بيهتم بالأورام، ولا طبيب نسائية، ولا طبيب داخلي عامة؟ أنا برأيي انه الطبيب اللي بيعرف يفحصها بتنفحل، بس أنا بشدد على شغلي انه ضل عن طبيب واحد، وهالطبيب هو ياخذ الشغله بشكل جدي ويكتب كل مره بتجي لعنده. هي كل 6 شهور لسنه بتقدر تروح لعنده، فبيشوف اذا كان في تطورات بين السنه والسنه، بيشوف اذا في امكانيه لانه يطلب له فحوص بس أكثر. من الثلاث اختصاصات اللي انت حكيت عليهم بيقدروا يفحصوها اي واحد داخلي، يعني نسائيه او داخلية، اي واحد بيقدر يعني قصدي انه ما تتنقل من طبيب لطبيب، وما تلاقي ناس ما كثير بيعرفوا الموضوع. في ناس كثير بيساووا هن فحص دوري نسائي، فما في مانع طبيب النسائي هو كمان يكشف له الثدي ويشوف اذا كان في تطور الشغلات ولا لا. نفس الشيء طبيب داخلي عم يشوف له كل شيء، بس انه في له علم اكثر بمشاكل الثدي. المشاكل ما عم نقول سرطان، مشاكل، لأنه أيام مثلا بيصير في ألم بسبب الهرمونات، بيصير في أي شغلة. هذا حتى وقت اللي الست بتلاقي أنه في كتلة، بقولوا لك 70% من الكتل المرسوسة هي سليمة. لذلك أنه مو كل كتلة هي خباسة، ما فيها خباسة. لذلك أنه ممكن أنه ننبه الست وما نخليها ينشغل بالها كثير وقت اللي منساوي كل الفحوص اللي بتثبت انه هي سليمه 100%، نعود بنراقبها بشكل دوري. هلا ثالث منحه او ثالث ستيب هي انه نساوي الماموغرافي. الماموغرافي المجاني اللي هلا عم نساوي فيه، الماموغرافي نقدر نساويها ابتداء بالعالم هيك الاحصاء انه من بعد الأربعين، بعد 45. مثل ما تفضلتي في ناس بيسموهم سيدات ذات خطر عالي، اللي بيكون يا هنن صار معهم مثلا مشكلة بالثدي اليمين، ولا عم يجون نشوف إذا كان اليسار ما فيه شيء، أو أنه مثلا في عندها بالعائلة، يعني خاصة عائلة الأم أكثر من عائلة الأب، بس إذا اجتمعوا اثنين بيصير الاحتمال أكثر. الاحتمال أكثر هو الأم، الخالة، والبنت أو الأخت. فحتى في ناس بأوروبا وأمريكا، وهون بدي يعني كمان في فحص جينات اللي هو اسمه بركة، البركة واحد بركة اثنين، اللي بالعائلة في عندها بشكل قريب انه منطلب هالفحص، اللي بيعطينا فكرة انه هي ممكن تنصاب اكثر من غيرها. فلذلك انه نبدأ الفحوص تبعيتها قبل. هلا لاحظنا شغلي يعني بالمقارنة مع الدول الأوروبية والأمريكية، أنه عند السيدات في أوروبا وأمريكا من بعد 40-45 في عندهم ارتفاع في نسبة الحدوث تبع سرطان الثدي. لقينا بسوريا في 2 بيك، البيك الأول حوالي 35 سنة،
يعني بين 30 إلى 35، بعدين بيهدى، بعدين بيرجع من فوق 45. لذلك صار كنا أول نقول إنه إذا أقل من 45 ما بدنا نتعب حالنا شغلة سليمة. هلأ صار لا، صار ناخد الأمور بشكل منطقي وعلمي. منشوف الماموغرافي، لقينا إنه في حاجة للإيكوغرافي مساوية، لقينا حاجة لخزعة موجهة تثبت الورم وتعطينا كمان نوعيته، لأنه قولوا لك ما في سرطان واحد بس، في 50 نوع. في عندك السريع، الشرس، الهادي، البطيء، اللي أيام كثير ما بيكبر بس بيكون في جوا عمل يعني يتكاثر، بس تكاثر قليل. لذلك أنه لازم نتعرف على الخلية الورمية أكثر من أنه الكتلة الورمية. أكيد دكتور، لازم يعني الناس والسيدات ياخذوا بشكل جدي اكثر هذا الموضوع ويلجأوا للكشف المبكر لتفادي كل هي الامراض والخطوره يلي ذكرتها حضرتك. وهلا صار في مراكز عديده، فيكم ترجعوا تتابعوا الفقره لحتى تعرفوا اسماء المراكز يلي اطلقت حمله الكشف المبكر عن سرطان الثدي بشكل مجاني، كلها طبعا تابعه للجمعيه السوريه لامراض الثدي. شكرا لك دكتور نوري المدرس، واهلا وسهلا. عفوا، بس انا بدي اسوي مثل ملاحظه صغيره. تفضل. نحن بدينا بالجمعيه بال 2011 اول حملات، لاحظنا كثير من الناس صار هن يطلبوا، وفي ناس صار عم يجوا يقول انه ما انكم مساويين هالشهر حمله مجانيه، معناتها في ناس كثير صار بحاجه. صح، كنا اول نكشف الورم بالواحد ونص لاتنين سنتيمتر، هلا عم نشوفه حوالي الواحد سنتيمتر، وهذا بدل انه التوعيه اجدت. اكيد اكيد. شكرا لك يا دكتور، ويعطيكم العافيه لكم ولكل الجهود اللي عم تبذلوها بهذا المجال، والشفاء اكيد لكل السيدات، وان شاء الله هيك الكل بيقدر يستفيد من عروضكم. شكرا. والحقيقه التوعيه لكم دور كثير فيها، لانه عم تجيبوا المعلومه لعند السيده في بيتها وتخلوها انه تروح وتفحص حالها. اكيد دكتور، شكرا.